مجلس الأطفال من أجل حقوق الإنسان هو تظاهرة تقوم بها منظمة العفو الدولية في إطار حملتها من أجل كسب تأييد أعضاء المجلس التأسيسي من أجل دسترة حقوق الإنسان وبالطبيعة حقوق الطفل في صلب وفي عمق حقوق الإنسان. نقوم بالتظاهرة هذه على مدة 3 أيام، نهار اليوم وغدوة وبعد غدوة إن شاء الله نهار الأحد. اليوم عندنا ورشات فنية للأطفال حول موضوع حقوق الطفل بصفة عامة، ورشة صحفي صغير، ورشة نعمل الحس باش حقي يتحس وهي حول الإنجاز آلات موسيقية، ورشة في الرسم، ورشة في الرسم على الفخار، وغدوة ورشة حول حقوق الإنسان هي ورشة علمية قانونية نوعا ما، ورشة صباح ورشة العصية باش يقدموا فيها الأطفال رأيهم حول القانون المسودة الموجود، المقترح اللي موجود في المسودة اليوم في الدستور، يقدموا نقدهم ليه على ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. ونهار الأحد باش يعملوا مسيرة من أمام نزول أريحة في تونس حتى يكشي لدار ثقافة بن رشيق، ومن بعد غاديك باش يوصلوا يقدموا المقترحات نتاعهم والتوصيات اللي خرجوا بهم بعد الورشات هذوما للسادة أعضاء المجلس التأسيسي اللي نتمناو يجيو باش صوت الأطفال يوصل لهم. أنت قلت نضال نتمناو يجيو، حبيت نسألك معناتها ملي بدات الأنشطة نتاع التظاهرة هذيا فماش تجاوب أو زيارات من جانب نواب المجلس التأسيسي مع التظاهرة هذيا؟ في الحقيقة هو احنا مشينا، هو التظاهرة بدأت في شهر جوان اللي عملنا فيها ماراثون تاع كتابة رسائل في مؤسسات نتاع طفولة في تونس الكل، شاركوا فيها أطفال الكل وهزينا الرسائل هذوك من أعضاء المجلس التأسيسي، ومن بعد مرة أخرى هزينا لهم دعوات باش يحضروا معنا للتظاهرة نتاع نهار الأحد، ومشينا لهم المجلس واستقبلونا في المجلس وحكينا معهم الكل وفسرنا لهم التظاهرة الكل شنو اللي باش يصير فيها، وثم برشا منهم اللي معناتها أبدوا على استعدادهم باش يجيوا نهار لحد صباح ويسمعوا صغار هذوما، وهم مادام باش يكتبوا باسم الاطفال ظهر لي يلزمهم يسمعوا الاطفال زاد. ميلان حاب نختم معك سؤال اخير، اليوم تظاهره من نوع هذا والتظاهرات اللي قد تتتالى معناها من نوع هذا، هل هي داخله في اطار سياسه التحسيس ام الضغط؟ زوز تحسيس، على خاطر ثم برشا عباد يتصوروا للمسألة مسألة طبيعية باش ناس تكتب على حقوق ولا ما تكتبش على حقوق أخرى، فإحنا نحبوا نحسوا العباد اللي لا، راهو لازمنا نحكيوا مع الناس، راهو لازمنا نفكروا الناس اللي ثم حاجات نجم تسعى عليها وثم حاجات تنجم معناتها تتجاوزها عن معناتها عن عدم دراية أو عن نقص دراية بالاتفاقية الدولية والمعاهدات اللي مصادقة عليهم تونس، وثم زاد الضغط اللي خاطر إحنا من دورنا كمجتمع مدني باش نضغطوا على أعضاء المجلس التأسيسي من أجل أنه الدستور التونسي يضمن حقوق الإنسان بصفة عامة. كان يا مكان في الزمن القديم زاعم اللصوص اسمه زين العابدين، استودع لخسر الحكم بجبال قرطاج، تعرف على جارية تعمل في المكياج اسمها ليلى كانت مثل شهرزاد، ولو ملك ومالكة وحكمه في البلاد، 7 نوفمبر 87 أبو الخطاب وعد الجماهير والقص صمت على الكتاب، وعد الشعب الحرية العدالة والنظام، الشعب التونسي فرح سنة عيش وكرام، بدأت الاحتفالات بالنظام الجديد كيما عيد الأضحى 7 نوفمبر عيد، يحيى التوحيد يحيى العهد الجديد، تمهيد ونشيد للملك والعبيد، كي طول من القصر ترمي بعض الدناهير لشعبه المسكين لشعبه الفقير، ما في بالهمش ان الملك هو طغي الطغاة، هو في الأقصر والشعب خوفات العرات، جمهورية تونسية يحكمها الملوك، دستورها الجبروت وكتابها الطهور. Thank you.
وتنقلوهم وتعاونونا باش نضمنوا حقوقنا اللي باش تفيد مستقبل تونسنا. توا باش ننتقلوا للعرض نتاع الاعمال اللي خدمناها نتاعنا في الورشات. نبداو بورشه الرسم. اقرا لنا اللي شنو كتبت على حقوق الطفل يا ميسان. الطفل، التمييز، التهميش، حقوق، حق مصلحه، مجلس، حق مره اخرى، احترام، المشاركه، الاقصاء. الطفل طويلة احميه بالحب واجعل له سبيلا، واعر الطفل فاقد السند اهتماما كثيرا، ليشعر بالطمانينه ولا تهنه فيضيع منك ولا تحسسه بالنقصان المهم. الصوره دي تمثل العيش بالسلاح والوئام والمحبه. ليست تقوم حدائق عامه يدركون فيهم شحنات الطفوله، ليس لهم بيئه نظيفه. الطفل له الحق في مكان ترفيه وبيئه سليمه ومحيط سليم حتى ينمو النمو الطبيعي الصحيح السليم. اهم حقوق الطفل هو العائله ومن ثم اماكن الترفيه ومن بعد ذلك التعليم الجيد، لان التعليم في تونس مع الاسف في العقدين الفائتين الاخرى المحتوى تجد تلميذا يصل الى مرحله البكالوريا وهو غير قادر على صياغه جمله مفيده. شكرا لكم. المقترح الاول والمقترح الثاني اللي تم التصويت عليه في المجلس التاسيسي. المقترح له هو حق الطفل على ابويه بضمان الكرامه والرعايه والتربيه والتعليم والصحه. ثانيا على الدوله توفير الحمايه القانونيه والاجتماعيه والماديه والمعنويه لجميع الاطفال. المقترح الثاني اولا حق الطفل على ابويه وعلى الدوله ضمان الكرامه والرعايه والتربيه والتعليم والصحه، ولا يجوز باي شكل من الاشكال استغلال الاطفال وتعنيفهم. ثانيا لكل طفل الحق في الهويه منذ ولادته وتشمل الاسم واللقب العائلي